من رحم الألم يولد الأمل، وفي قلب العجز تكمن الإرادة. وقصص لأناس تحمل ألف غصة وحسرة لم تكن حظوظهم في الحياة كحظوظ غيرهم. كلمات تختصر حكاية امرأة تحدت الإعاقة التي لازمتها منذ طفولتها. أمينة الأحمد في منتصف الثلاثينيات من عمرها، من سكان قرية العامرية في بلدة المنصورة بمدينة الطبقة، تعاني من شلل في أطرافها السفلية منذ أن كانت في مهدها، لكنها تحدت إعاقتها ولم تشعر يوما أن وضعها هو نهاية حياتها. ما منسلم حالنا لليأس وللملل، منحقق آمالنا بالجد وبالعمل. نحنا مثل هالناس عنا صفا وإحساس، عنا العلم نبراس مضوي بنور. بدأت قصة أمينة مع إعاقتها بعد 40 يوما من ولادتها، عندما تعرضت للحمى، لكن تشخيصا خاطئا من قبل الطبيب المعالج أصابها بالشلل الحركي الذي حرمها المقدرة على المشي على قدميها. تقطع أمينة يوميا 8 كيلومترات باستخدام عربتها الكهربائية التي ترافقها منذ 9 سنوات، جاءة وذهابا من وإلى مكان عملها في حديقة بلدية المنصورة لتعيل نفسها. تروي أمينة معاناتها وفي صوتها إصرار منقطع النظير. رادف إن هي أحس الأستاذ يقولنا فوت يا أمينة جوا أبدي، أحس أبكي إنه ليش أنا ماني معاهم، أردد شعار الصبح. تقول أمينة وفي عينيها بريق من أمل كبير أن العجز الحقيقي هو عجز العقل والإرادة، وأن البداية تكون حيث يعتقد الجميع أنها النهاية، فقط عندما ندرك قدراتنا الحقيقية. صارت هيك من يوم أني صغيرة، من عمري 1 شهر و10 أيام ضربوني الإبرة الدكاترة عصخونة بالطبقة، ضربوني إياها 1 ساعة بالدين، تعطلت رجلي. أهالي ما دريهم بي بعد 2 3 4 تدريوا أني ليش أني أزحف ما أتحرك. تعبت، كل ما أكبر شوي المرض حيشاك يمشي بي العصب. قهرت أمينة بإرادتها القوية كافة الصعاب التي واجهتها في حياتها، وجل ما تبتغيه الآن والحصول على عربة جديدة والتي تمثل سقف أحلامها، حيث تعتبرها تعويضاً لها عما حرمت منه. أتمنى أنه من أهل الخير أنتم وغيركم كل البشر كل الشعب يعني ستوصلوا هالفكرة هذه عني، أنه أريد دراجة على الكهرباء تمشي مشان أروح وأجي على شغلي